لو أن المرأة كانت حائض هذا كحكم شرعي انتبهوا مشان تكونوا على بينة يا أحبابي ما ما بحب خبي وحدة المرأة كانت بالعادة طهرت قبل صلاة الظهر ساعة المفروض عليها فورا تقوم تتغسل تأخرت أتى الزوج شو والله ما تغسلتي؟ لا ما تغسلت قديش الوقت مر؟ ساعة قد الوقت وما تغسلت فمذهب الحنفي رضي الله عنه قال له هي حلال لك لا تنتظرها مذهب الشافعي ما يجوز أن يقربها حتى تغتسل بتفوت عليه الظهر وعصر ومغرب وعشو ما بتتغسل مشان نكاية بجوزها، نكاية بجوز بزوجها ما بتتغسل لك يا ابن الحلال ما ما صار يتغسل ما صليت يتغسل والزوج الشافعي قال الحنفي وخلوص من هالشغلة <applause> حنفي ما بيستناها متى ما دخل بوقت صلاة في عنقها في زمتها وما صليت ما بينتظرها ارتكبت الإثم بتأخير الغسل ولا يصح يا أخواني رجل أو امرأة أن يؤخر الغسل سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل النوم أو ينام جنب يغتسل الصبح؟ سُئلت عائشة هذا السؤال، فقالت: كل ذلك كان يفعله. مرة كان يتغسل قبل النوم، ومرة كان يغسل عورته وينام، فإذا استيقظ الصبح يتغسل. كل ذلك كان يفعله. فالسائق الحمد لله في الامر وسع بجوز تنام يعني جنوب لكن ان تغسل العوره وتتوضا ونام وانت متوضي شيء اما ان ينام جنوبا فهذا مكروه